بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. في هذا الكون الذي نعيش فيه توجد هنالك مجموعة من الحقائق يطلق عليها الحقائق التشكيكية. ماذا تعني هذه الكلمة؟ الحقائق التشكيكية هي الحقائق التي توجد لها مراتب مختلفة. عندما تلاحظون تلك الحقيقة تجدون أن لهذه الحقيقة مرتبة معينة، ولكن السعة الوجودية لتلك الحقيقة لا تقتصر على تلك المرتبة. هنالك مرتبة ثانية توجد فيها تلك الحقيقة أيضا، وهنالك مراتب أخرى كلها تتضمن هذه الحقيقة. هذه الحقائق الحقائق التشكيكية لا تقتصر فقط على الوجودات الآفاقية، وإنما تتوفر أيضا في الوجودات الأنفسية. الحقائق التشكيكية كما توجد في الوجودات الآفاقية كذلك توجد أيضا في الوجودات الأنفسية. من جملة هذه الحقائق التي لها مراتب مختلفة حقيقة التقوى. التقوى صفة نفسانية، ملكة نفسانية قد لا توجد عند بعض الأشخاص، ولكن عندما توجد في نفس معينة يمكن أن تكون هذه الحقيقة في المستوى الأول، ويمكن أن تكون في مستويات أعلى وأعلى. التقوى أحياناً تستطيع أن تقف أمام الإنسان، توجه سلوك الإنسان في الحالات الطبيعية عندما الأوضاع تكون عادية، الظروف ظروف مستقرة. هذه الملكة النفسانية توجه سلوك الإنسان،
ولكن عندما يقرأ هنالك ظرف استثنائي، لأن هذه الملكة وجدت في أضعف مراتبها، لا تستطيع أن توجه ذلك السلوك. تستطيع أن توجه سلوك الإنسان عندما يكون في مدينته، ولكن عندما يختلي عند نهر بلخ هذه الصفة الباطنية تعجز أن تتحكم في سلوكه. التقوى قد تكون بحيث أن الإنسان يقتحم المعصية لمجرد إصرار صديق، يقول جلسنا على مائدة يشرب فيها الحرام وخشيت أن يستهزئ بي الأصدقاء، ولذلك لم أجد مناصا من تناول الحرام والعياذ بالله. المرأة ربما تكون تقواها بحيث تخشى من هزء زميلاتها فتخلع حجابها خوفا من أن يضحكوا عليها، هذا مستوى من التقوى يزول بإصرار صديق أو بهزء شامل. ولكن هنالك مرحلة أخرى من التقوى، هذه المرحلة يعبر عنها علي صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: والله لئن أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في جلب شعيرة أسلبها من نملة. تسلب ما تجلبه هذه النملة، تؤذي نملة فيما تحاول أن تجلبه إلى بيتها. لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في هذه المعصية المتواضعة ما فعل. هذا مستوى من التقوى، وذلك مستوى آخر من التقوى. ذلك الشخص يرى في المنام الشيطان متجسد، الشيطان عنده حبال، عنده خيوط، عنده سلاسل، وهذه الحبال والسلاسل ملونة ألوان حمراء خضراء صفراء بهرجة حول هذا الشيطان. يسأله: ما هي هذه السلاسل وما هي هذه الخيوط؟ يقول: هذه هي السلاسل التي أعددتها لبني آدم، يعني أعدها لي ولك. قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين. الشيطان عدو أقسم أن يضلنا جميعا إلا من شمله الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته. قال: هذه السلاسل أعددتها لإغواء بني آدم. رأى هنالك سلسلة حديدية مقطعة في ثلاثة مواضع. قال له: وما هي هذه السلسلة؟ قال: هذه السلسلة ألقيتها على عنق الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه فكسرها ثلاث مرات. جاء ذلك الرجل قبل أن يستيقظ من منامه، قال له: وماذا أعددت لي؟ أنا شنو هذه السلاسل؟ هذه الحبال؟ هذه الخيوط؟ قال: أنت لا تحتاج لا إلى سلاسل ولا إلى حبال
ولا إلى خلو، أنا من بعيد أشكر إليك وأنت تأتيني ركضا. استيقظ الرجل من المنام، ذهب إلى الشيخ، نقل له الرؤيا، قال له هذه الرؤيا رؤيا صادقة، لأنني البارحة كانت زوجتي في حالة ولادة، وتعلمون أن المرأة في حالة الولادة تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى طعام حتى تستطيع أن تدفع الطفل. ولكن لم يكن هنالك شيء، ذلك البيت الذي يعطي لأولاده ولبناته الخبز والخضرة ويذهبون إلى المدرسة ويتناولون، ماذا يوجد في هذا البيت؟ ذهبت، كانت عندي أمانة، ذهبت إلى تلك الأمانة، قلت أنا مضطر أذهب أأخذ من هذه الأمانة وأشتري بها شيئا. ذهبت ولكني فكرت إذا مت في هذا اليوم ماذا يكون موقفي أمام الله سبحانه وتعالى؟ فعدت في المرة الثانية، في المرة الثالثة، صممت على أن لا أخذ ثلثا واحدا من ذلك المال، وتمت عملية الولادة بسلام. هذه هي السلسلة التي ألقاها الشيطان وقطعه في ثلاثة مواقع. هذا مستوى من التقوى لا تستطيع تلك السلاسل العظيمة أن تجره، وهنالك شخص آخر يجر بالحبال أو يجر بالخيول أو لا يحتاج إلا إشارة حتى يأتي إلى صف الشيطان. على ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نتلمس بعض الحكم الكاملة وراء هذا الزخم الهائل من المندوبات والمستحبات والأذكار والأوراق. ما هو دور هذه المستحبات؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه صفة المتقين، إن المتقين في جنات وعيون. ما هي صفات هؤلاء المتقين؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ماذا يفعلون؟ لا ينامون من أول الليل إلى الصباح، وإنما ينامون قليلا، الذكر، العبادة، الاستغفار جزء من برنامجهم، مو أنه شيء هامشي في حياتهم، شيء إن شاءوا صنعوه وإن لم يشاءوا لم يصنعوا، لا، جزء من البرنامج، جزء من الحياة. الاستغفار بالأسحار من جملة صفاتهم، تقوم في هدأة الليل حيث لا توجد هنالك عين تلحظك وتقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وبالأسحار هم يستغفرون. هذا جزء من برنامجهم، هذا جزء من حياتهم. شنو دور هذه المستحبات؟ شنو دور هذه المندوبات؟ هذه المستحبات والمندوبات تشكل احتياطي التقوى. ابن اصل التقوى، المرتبه النازله من التقوى، هذه المرتبه لا تستطيع الصمود في الحالات الاستثنائيه، ولكن هذه المستحبات تصنع احتياطي للتقوى، تصنع تلك النفسيه الصلبه، تلك النفسيه القويه التي تقاوم امام الاغراءات ولا تخضع امام اغراء الشيطان. ان تلاحظوا اولياء الله سبحانه وتعالى، العباده، الذكر،
الأوراق كانت جزءاً من حياتهم. هويس القرني رحمة الله تعالى عليه الذي كان من حواري أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حسب بعض الروايات كان لعلي صلوات الله وسلامه عليه 4 من الحواريين، هؤلاء القمة الخلق أصحاب السر، واحد منهم أويس. هذا أويس شنو كان يصنع؟ ما كان عنده شخصية اجتماعية، ما كان مقدر في المجتمع. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: إن غاب عنكم لم تفتقدوه، وإن حضر عندكم لم تكترثوا به. هذا أويس، هذا كان برنامجه. كل ليلة كان يسهر من أول الليل إلى الصباح بالعبادة على هذا النحو، ليلة للركوع وليلة للسجود. في ليلة يقف ويقول الله أكبر، يقرأ الحمد ويقرأ سورة طويلة إلى قرب أذان الفجر. عندما يقرب الأذان يركع ويتم صلاته. في ليلة تالية يقول هذه ليلة الركوع، يكبر ويقرأ الحمد والسورة، ثم يركع من أول الليل إلى قرب الفجر. عندما يقترب الفجر يتم صلاته. هكذا كان أويس، وهكذا كان أولياء الله سبحانه وتعالى. السيدة نفيسة الذين ذهبوا إلى مصر لعلهم زاروا قبرها، لها قبر معروف. هذه المرأة العابدة الزاهدة، لاحظوا ماذا كان برنامجها. أنا أنقل لكم بعض المقاطع المختصرة من برنامج هذه السيدة. تقول بنت أخيها: قدمتها 40 عاما. عندما توفيت السيدة نفيسة كان عمرها 63 عاما تقريبا. يعني بدأت بهذا البرنامج على الأقل وعمرها 23 عاما. قدمتها 40 عاما فلم أرها ليلة تنام من أول الليل إلى الصباح. كانت تسهر الليالي من أول الليل إلى الصباح بالعبادة، ولم تفطر في خلال هذه المدة يوما واحدا. 40 عام باستثناء طبعا أيام العيدين، هذا واضح. في خلال 40 عاما لم تنم ليلة واحدة ولم تفطر يوما واحدا. قلت لها: ألا ترتقين بنفسك؟ قالت: إن أمامنا عقبات لا نجوزها إلا بالعمل الصالح. هذه لقطة من حياتها. مقطع آخر: عندما كانت في مصر حفرت لنفسها قبرا بيديها، هي التي حفرت القبر. هذا القبر الذي يجب أن ننام فيه طويلا، حفرت ذلك القبر. كانت تنزل في كل يوم إلى ذلك القبر وتتلو القرآن وتقرأ الأذكار والأدعية. هذه كانت ظاهرة موجودة عند عباد الله سبحانه، عند أولياء الله سبحانه وتعالى. تقرأ القرآن. هل تعلمون كم قرأت من القرآن في ذلك القبر؟ قرأت 6000 ختمة قرآن في ذلك القبر. 6000 ختمة. يعني إذا تلاحظون أنه ختمت في كل يوم قرآنا، العملية تستغرق حوالي 18 عام. تنزل في ذلك القبر
وتقرأ القرآن وتعد ذلك المكان الذي يجب أن ترجع فيه لألوف السنوات. سئل أحد العلماء، قيل له: لماذا لا تنام كثيرا؟ قال: إن أمامنا ركضة طويلة يجب أن ننام فيها ألوف السنوات، أنا أخرت نومي لذلك المكان. هذه لقطة ثانية. اللقطة الثالثة من حياتها، في لحظات الاحتضار كانت صائمة، اجتمع حولها المتعلقون بها، قالوا لها: أفطري، لأن الإنسان في لحظات الاحتضار يحتاج إلى شرب الماء، يحتاج إلى الطعام أحيانا. قيل لها: أفطري. قالت: إنني كنت أسأل الله سبحانه وتعالى منذ 30 عاما أن ألقاه وأنا صائمة، فكيف عندما جاء هذا اليوم الذي تمنيته من 30 عام أن أفطر في هذا اليوم بلسان صائم تتلو آيات القرآن الكريم؟ بدأت بسورة الأنعام حتى وصلت إلى هذه الآية. لاحظوا، ذلك المطلع هو الذي أدى إلى هذا الختام. الختام لا يكون اعتباطيا، الختام مرهون بتلك المقدمات. عيسى صلوات الله وسلامه عليه قال: يقولون بأن البناء بأساسه، ولكني أقول بأن البناء بلبنته الأخيرة. اللبنة الأخيرة هي كل شيء، وتلك المقدمات تساهم في صنع تلك اللبنة الأخيرة. بدأت بسورة الأنعام حتى وصلت إلى هذه الآية: لهم دار السلام عند ربهم، وقبضت وهي تتلو هذه الكلمات، وانتقلت من هذه الدنيا إلى دار السلام عند الله سبحانه وتعالى. هذا كان هو البرنامج، هذا كان هو المنهج، هذا كان جزء من حياتهم. هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان المبارك، شهور العبادة وشهور التوجه إلى الله والتضرع إلى الله. إلى متى يبقى الإنسان منغمسا في هذه الماديات؟ إلى متى تبقى هذه النفوس ملوثة بهذه الأجران؟ هذه الأشهر شهر التطهير، شهر التصفية، شهر الذكر والاستغفار والدعاء والصلوات. زينب صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم أو في مثل يوم غد يصادف يوم وفاتها صلوات الله وسلامه عليها. لاحظوا الموقف، لاحظوا الصورة. زينب صلوات الله وسلامه عليها قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترى في المنام أنها في صحراء وأنها مستظلة بشجرة. هذه الشجرة لها 5 أغصان، تهب هنالك ريح عاتية وتقلع الغصن الأول، فتستظل زينب صلوات الله وسلامه عليها بالأغصان الأربعة الباقية. تهب هنالك ريح أخرى وتكسر غصنا ثانيا، وهكذا حتى لا يبقى إلا الغصن الخامس.
زينب صلوات الله وسلامه عليها لا يبقى لها من ملجأ من ملاذ إلا هذا الغصن، وإذا بها ترى ريحا عاتية تصاحبها دماء قانية تهب وتكسر ذلك الغصن الأخير. تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنقل له الرؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي عندما يسمع هذه الرؤيا ويقول له: أما الغصن الأول فهو أنا، سرعان ما أرتحل عنكم. ارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأمل الملاذ كان الأربعة الباقون. انتقلت فاطمة صلوات الله عليها، وانتقل علي، وانتقل الحسن صلوات الله عليهم. كان كل أملها وكان كل ملجئها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، كان هو البقية الباقية من أهل العباء من أهل الفتاة. عندما كانت ترى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كانت ترى فيه أباها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت ترى فيه أمها فاطمة، وكانت ترى فيها أباها وأخاها. ولكن تحققت الرؤيا في يوم عاشوراء، هبت تلك الريح العاتية وقلعت ذلك الغصن الأخير. لذلك قالت زينب صلوات الله وسلامه عليها: اليوم مات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي صلوات الله وسلامه عليه. لأن هذا كان هو الرمز المتبقي. لاحظوا حجم المصيبة ولاحظوا حجم الفاجعة. هذا جانب، فقدت أولادها، فقدت إخوانها. المرأة التي تفقد ابنا واحدا من أبنائها تنهار، فكيف بامرأة تفقد كل هذه الثلة الطيبة في عرض ساعات؟ بالإضافة إلى القضايا المستقبلية. ولكنها لاحظوا ماذا صنعت في نفس تلك الليلة، لم تترك شيئا درجت عليه منذ أيام صباها. في تلك الليلة لم تترك صلاة الليل، ولكن هذه صلاة الليل كانت تختلف عن بقية صلوات الليل. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول: رأيت عمتي زينب في ليلة العاشر من المحرم على تلك الخيام المحترقة تؤدي صلاة الليل من جلوس. قلت لها: عمتي زينب، لماذا تؤدين صلاة الليل من جلوس؟ قالت: يا ابن أخي، إن هذه المصائب أثقلت ظهري ولم تدعني أستطيع القيام حتى في تلك الليلة العقيدة. زينب صلوات الله وسلامه عليها لا تترك صلاة الليل. هكذا كان أولياء الله، هكذا كان أصفياء الله. هذه الأشهر الثلاثة فرصة جيدة لكي ننشغل قليلا عن هذه الهموم وهذه المشكلات الدنيوية، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ونوفر هذا الاحتياطية في نفوسنا. شهر رجب يسمى برجب الأصب،
لأن الرحمة الإلهية تصب في هذا الشهر، لكن الاستفادة من الرحمة يحتاج إلى قابلية، يحتاج إلى تضرع، يحتاج إلى توسل، يحتاج إلى دعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الأشهر من المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.